مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. جينا في هذا الصباح هذا نشوفوا الأثمنة ديال الحوت شحال واصلة سوق باب مراكش. حاولوا نقربكم الأثمنة ديال الأسماك شحال واصلة، خصوصا بداية عطلة نهاية الأسبوع. نحاولوا نشوفوا الأثمنة ديالهم شحال واصلة، صراحة غالي شوية الحوت، ونشوفوا سي عبد الرحمن غيقربنا شوية من السماك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أثمنة هذا بجو كبير 80 درهم، هذا 60 درهم، شرو 60 درهم، المرنة 60 درهم. الحوت شويه كاين الحوت شويه الحمد لله، هادشي اللي عطاك عطا الله في الصح. يعني ماشي كيما شفنا لا الحوت دابا عرفتي التوقيت الصيفي تيكون الحوت قليل شويه، غادي تفرق على طيلات قوي. ودابا ما وقتكش وقت الروطه ولا باقينا؟ لا لا الروطه شويه، الروطه قريب نساليوه ان شاء الله. يعني والسردين السردين ربينا 400 300 درهم، 400 300 درهم. يعني حتى هو ناقص شويه؟ ناقص شويه. كروفيت 70 درهم. يعني كاع الانواع ديال الحوت دابا غاليين شويه. الصور رقيق 80 درهم راه. الصور رقيق 80 درهم. هذه الاثمنه اللي كاينه دابا. عندك هنايا يعني كل حاجه. هادشي اللي كاين عطا الله، هادشي اللي عطا الله، الحمد لله. السماك كما سمعتوا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني ان الحوت شويه قليل في السوق، يعني باقي ما خارجينش يصيدوا حيت دابا كاين وقت الروطال. داكشي علاش الاثمنه ديال الحوت مرتفعه شويه. يعني كنا كنشوفوا الحوت كان رخيص شويه، يعني ما كناش كنشوفوا هاد القمرون ب 70 درهم ولا الميرنا ب 60 درهم، يعني كانت كتكون قل. الشرغو ب 60 درهم حتى هو، والباجو ب 80 درهم. إذن هذا هو الأسماك اللي موجودين في السوق حاليا في سوق ديال باب مراكش. يعني ما كاينش الحوت بزاف، يعني كاين غير قليل وغالي، يعني ماشي في استطاعة المواطن الدرويش انه يشري هادشي من غير المطاعم والناس اللي مولفين كيتقدروا بزاف، يعني مولفين دائما في نهاية الأسبوع. المواطنين المغاربة بزاف عزيز عليهم الحوت، يعني الأكلة المفضلة عندهم هي الحوت. ياك بزاف في السبت والحد عزيز على الناس الحوت بزاف، كيتقداو الحوت. انتم مشاهدي قناة شوف تي في، انتم كتشوفوا الحوت اللي موجود في السوق اليوم. ميرنا رقيقة هادي ياك، ماشي الغليظة، مية. مشاهدي قناة شوف تي في، كنتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة، نتمنى لكم دوزوها بخير وعلى خير. وكما عرفتوا هذا هما الأثمنة ديال الحوت اللي كاينين في السوق ديال باب مراكش هذا النهار هذا صباحة يوم السبت. إذا كنقول لكم نتلاقوا في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.